شكرا سيد الرئيس، السيدات والسادة البرلمانيون، أيها الحضور الكريم، يسرني أن أحضر معكم فعالية هذا المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية. كما أود التأكيد على الأهمية الخاصة التي يكتسيها هذا اللقاء في تعزيز التعبئة حول مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين. لقد أضحى رهان تجويد المدرسة العمومية من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد اعتبارا لدور التربية والتعليم في أولا تنمية رأس المال البشري الذي يعتبر رافع كل تنمية مستدامة ومدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وثانيا في ضمان الاندماج والتماسك الاجتماعي، إذ لا يمكن الحديث عن المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية البشرية دون توخي الجودة كمقياس في تيسير الولوج إلى الخدمات الاجتماعية. ولذلك فإن ربط الجودة بالتربية والتكوين ينسجم مع اعتبار أن الحق في التعليم لا يقتصر فقط على ضمان ولوج عادل ومنصف إلى المدرسة، بل كذلك الاستفادة من تعليم ذي جودة للجميع. فالحكم بجودة المنظومة التربوية رهين بمدى قدرتها أولا على تمكين المتعلمات والمتعلمين من اكتساب المهارات الأساسية لضمان ارتقائهم الاجتماعي وتحقيق ذواتهم عبر تملك أفضل للكفايات المعرفية والتواصلية والإبداعية، وثانيا على جعلهم متشبتين بروح الانتماء للوطن ومعتزين برموزه ومتشبعين بالقيم الوطنية والكونية للمساهمة بشكل فعال في بناء مستقبل البلاد. ولا يتأتى ذلك إلا بتحرير طاقتهم وبتلقينهم معاني ومبادئ الاعتماد على الذات والحس بالمسؤولية والقدرة على التأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها العالم. وانطلاقا من الوعي بأهمية تحقيق الجودة الشاملة كغاية مثلى في كافة مكونات ومستويات منظومة التربية والتكوين، قامت الوزارة بإعداد خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع وفق مقاربة تشاركية جسدتها المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة العمومية، حيث تم الانفتاح على أهم الفاعلين داخل المدرسة وعلى شركاء المنظومة التربوية. والهدف الأساس من وراء اعتماد هذه الخارطة يتمثل في إرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026 يرتكز على الأثر على المتعلم وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية، وذلك انسجاما مع توجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد في خطبه السامية على الدور المحوري للتعليم في تحقيق التنمية والارتقاء الاجتماعي. حضرات السيدات والسادة، إن خارطة الطريق التي نعتمدها تنسجم مع أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد ومع أهداف البرنامج الحكومي الذي أولى عناية بالغة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
وقد اعتمدت خارطة طريق هاتي مقاربة لتنزيل الإصلاح والتدبير وتدبير التغيير ترتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية والتي تتمثل أولاً في الاستمرارية انطلاقاً مما حققته المنظومة التربوية من تراكمات، ثانياً في اعتماد المنهجية التشاركية في مختلف مراحل بناء وتنفيذ خارطة الطريق، وثالثاً في اعتماد التدبير بالنتائج من خلال تحسين المكتسبات الدراسية وتجويد خدمات المدرسة العمومية. إن خارطة الطريق تروم الانتقال إلى ثقافة تركز على الأثر وعلى النسقية لضمان تضافر الجهود وتقوية قدرات الفاعلين ودعم استقلاليتهم وحفز وتشجيع روح المبادرة والتجديد لديهم. يتأسس رهان إرساء الجودة حول ثلاث أهداف استراتيجية، وهي اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتكريس التفتح وقيم المواطنة لدى المتعلمات والمتعلمين، وكذا تقليص الهدر المدرسي من أجل تحسين المجهودات المبذولة لتحقيق إلزامية التعليم. ولتحقيق هذه الأهداف تم التركيز على ثلاث مداخل استراتيجية تتمثل في التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، مع تحديد التزامات مدققة وملموسة حسب كل مجال للتدخل. تروم أولاً جعل التلاميذ متفتحين ومتحكمين في التعلمات الأساس ويستكملون تعليمهم الإلزامي، وكذا مدرسين متمكنين ويحظون بالتقدير وملتزمين كليا بنجاح تلامذتهم، ومؤسسات تعليمية توفر فضاء آمنا وملائما للاستقبال تعمها روح التعاون بين كل الفاعلين. حضرات السيدات والسادة، تولي خارطة الطريق عناية خاصة للجانب المرتبط بالتلميذ، وفي هذا الإطار تم الاهتمام بالمراحل الأولى من مساره في التعليم، وذلك بالتركيز على التعليم الأولي بالنظر إلى ما يخوله هذا التعليم للأطفال من اكتساب مهارات وقدرات نفسية ومعرفية تمكنهم من الولوج السلس للدراسة والنجاح في مسارهم التعليمي، وبالتالي التقليص من تكرار والهدر المدرسي. وفي نفس محور التدخل الذي يهم التلميذ، تم الاهتمام بالمقررات والكتب المدرسية كوسيلة تخول اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات. وفي هذا الصدد تطلع خارطة الطريق إلى تحيين ومراجعة المقررات الدراسية وتأمين استعمال أمثل للزمن المدرسي لضمان التعلمات. ويحظى مجال تدريس اللغات بأهمية خاصة من خلال تفعيل مقاربة حديثة لتدريس اللغات ترتكز على الممارسة والتوظيف لتعزيز التحكم في التعبير الشفهي والكتابي، وتعزيز عرض تدريس اللغات الأجنبية وتوسيع تدريس الأمازيغية. كما نعمل حاليا على تثبيت مقاربة جديدة للتتبع والمواكبة الفردية للتلميذات والتلاميذ الذين لديهم صعوبات التعلم من خلال الرصد والمعالجة المبكرة لهذه الصعوبات لتفادي مراكمة التأخر في التعلمات التي تتسبب في تفاقم التعثرات الدراسية. وتمنح خارطة الطريق أيضا أهمية خاصة لمجال الدعم الاجتماعي من أجل تحقيق تكافؤ الفرص،
حيث سيتم في أفق سنة 2026 العمل على مضاعفة عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي من أجل الاستجابة للحاجية المعبر عنها في مجال النقل المدرسي والمطاعم والمدارس الجماعاتية والداخليات وبرنامج تيسير والمبادرة الملكية مليون محفظة. حضرات السيدات والسادة، بالنظر للدور المهم الذي يطلع به الأستاذات والأساتذة داخل المنظومة التربوية، أولت خارطة الطريق أهمية كبرى للجانب التكويني عبر إرساء تكوين للتميز يركز على الجانب الأكاديمي والتطبيقي والعملي، ويمكن الأستاذات والأساتذة من اعتماد بيداغوجية فعالة تولي عناية خاصة للتلميذ. كما سيتم في هذا الإطار الحرص على تمتيع أطر التدريس بهامش أوفر من المبادرة لتدبير أنجع لإيقاعات التعلم الخاصة بمتعلميه. وبالنسبة للمسار المهني لهيئة التدريس، سيتم اعتماد نظام أساسي جديد لتدبير مسارهم المهني، ويستحضر الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة التلاميذ. ومن مميزات هذا النظام الأساسي أنه موحد بالنسبة لجميع المدرسين، ويخول لهم نفس الحقوق والواجبات ونفس آفاق الترقية في المسار المهني، كما يحدد بدقة مهام أطر التدريس. أما ما يهم مجال التدخل الثالث لتحقيق الجودة داخل المنظومة التعليمية المتمثل في المؤسسة التعليمية، فقد أكدت خارطة الطريق على ضرورة تحسين ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية وتوفير مختلف التجهيزات والوسائل الرقمية. وفي الجانب التدبيري للمؤسسات التعليمية، أولت خارطة الطريق عناية خاصة بالمؤهلات والقدرات الريادية للمدير المؤسسة التعليمية، وإرساء نظام لعلامة الجودة من أجل تجويد وقياس أداء المؤسسات التعليمية، ومن أجل جعل المدرسة مجالاً للتفتح وتحقيق الذات، فقد تم الاهتمام بالأنشطة الموازية والرياضية اعتباراً لدورها الكبير في تنمية الكفايات العرضانية للتلميذات والتلاميذ. ولتحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاث شروط أساسية للنجاح. يتمثل الشرط الأول في إرساء حكامة تعتمد منهجية تأمين الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين عبر إحداث البنيات المناسبة. والشرط الثاني هم التزام الفاعلين والمتدخلين من أجل انخراط المسؤول لإنجاح الإصلاح عبر ميثاق الالتزامات كإطار يمكن من إرساء منهجية البناء المشترك من أجل تضافر جهود كل فاعلين داخل المنظومة التعليمية. أما الشرط الثالث فيرتبط بتمويل وتأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح من خلال إرساء تخطيط مالي ينسجم مع الأطار المنشود وإطار للتمويل بمساهمة الشركاء الأساسيين لمنظومة التربية والتكوين. حضرات السيدات والسادة، كانت تلكم أهم مكونات خارطة الطريق 2022-2026 التي نطمح من خلالها إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية لمنظوماتنا التعليمية، وكسب رهانات الجودة عبر إحداث تحول عميق في نظامنا التعليمي، وجعل المدرسة تمكن المتعلمات والمتعلمين من اكتساب المهارات الأساسية، وتدعم نجاحهم الأكاديمي والمهني من خلال تكوين جيل يتحلى بروح المسؤولية وقادر على حمل مشعل التنمية المستدامة بما فيه ازدهار ورفاه كل المواطنات والمواطنين.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.